نوه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بمواقف شعب البحرين التي صنعت تاريخا مشرفا من العطاء والوفاء في خدمة الوطن وباعثا على الفخر والاعتزاز، وبخاصة في تحمله المسؤولية في الذود عن مصالح بلاده ووحدتها. معربا سموه عن تقديره لإسهامات أبناء المملكة وعوائلها في كافة ميادين العمل الوطني من أجل رفعة الوطن وازدهاره. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية عددا من أفراد العائلة الملكة الكريمة وعددا من المسؤولين بالمملكة، حيث استعرض سموه معهم جملة من الموضوعات ذات الصلة بالشأن المحلي. وخلال اللقاء قال سموه إن مملكة البحرين تتميز بوجهها الحضاري وشعبها الوفي الذي يمتلك موروثا طويلا من التماسك والتلاحم المجتمعي الذي أرساه الآباء والأجداد، وعلينا الحفاظ على ذلك الموروث وترسيخه في وجدان الأجيال القادمة. وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية الفعاليات المجتمعية التفاعلية وبالحراك الثقافي والفني الذي تموج به مملكة البحرين حاليا في رفض الشأن السياحي ودعم النشاط التجاري، منوها سموه في هذا الصدد بأهمية صناعة المعارض في إبراز المنتج الوطني في كافة المجالات الفنية والثقافية والأدبية والاقتصادية، لافتا سموه إلى أن هذه الصناعة لها محلها من الاستراتيجية الحكومية كونها إحدى المرتكزات لتوجهات تنويع مصادر الدخل. وأكد سموه بأن صناعة المعارض سيكون لها المزيد من الاهتمام عبر توفير البيئة التي تؤمن لها فرص النجاح وتسهم في استقطاب مملكة البحرين للمعارض الإقليمية والدولية الكبرى، وتجعل المملكة مركزا لهذه الصناعة التي تغذي مختلف المجالات الاقتصادية.